ايه بقى؟ ايه فاكرتنا؟ فصل مننا كده ليه باللبس اللي مش بتاع دخل ده ابدا صراحه؟ يعني هو احنا كده ازاي؟ كده اللي هو ايه؟ لا يعني مادام نوجه بره وانا هنا بس يا لطفي انا مش ضد خالص ان ابقى زوجه التانيه ولا التالته ولا الرابعه. برافو. انا ما بركزش في الارقام غير في الشغل وبس. مش غلط. بس انا بصراحه حاسه ان انا في مسلسل الحاج لطفي. مسلسل الحاج لطفي يا منى، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وبتقولي انه مدام نوجه؟ مدام نوجه دي في الشركه بس، انما هنا انت حرم الحاج لطفي باشا الحراق اللي خلقته دي علامه مسجله. انت ما بتبصيش على الاعلانات بتاعت شركتنا، الاعلانات كلها وشي. طيب يعني يا لطفي كنا حتى النهارده قعدنا في اي اوتيل ولا حاجه، انت ما شفتهاش اصلك بتبصيلي ازاي؟ بص انا قد 10 زيها، بس انا يا حبيبي يعني مش عايزه اعمل لك اي مشاكل. تجمدي انت بس، انا عايزك انت تجمدي. مشاكل ايه؟ انت عارفه انت مع مين؟ ايه ده؟ في ايه؟ مين؟ في ايه؟ مفيش حاجه. ميرسي قوي. مش نوجه اللي تنكات بدور حريق. الشرع حلل الاربعه. ده كلام ربنا، ما يزعلش حد. مش غلط. الشرع حلل لك اربعه، بس انا باربعه يا لطفي، والقطه راكبه زياده. لا يا روحي، انا مش راكبه زياده ولا حاجه. انا بس عرفت ان البيت هنا ما فيهوش هوانم، قلت اجي ابقى الهانم اللي ورا الباشا. ولا ايه يا لطفي؟ هانم؟ بس ماشي يا لطفي. انا فاهماك. وكل اللي انت بتعمله ده هو ربنا ما يهزش شعر فيك يا نوجه. واضح. القرعة تاخده من الشعور يا اختي. اللي رميته لهانم ده تاخده من ساعه الثانيه. اقعد يا حبيب امك هنا. يا بيلا. اعمل فطاير براحتك. عايزه تنشف الهدوم. هنعمل ايه؟ لازم ننشرها في الشمس الشموسه عشان تنشف الهدوم. تنشف الهدوم لازم ننشرها، والشمس بتيجي هنا يا حبيب امك. هنعمل ايه؟ يا خارجة من باب الحمام. ايه ده؟ ايه اللي جاب الواد ده هنا وايه اللي عمل كده في الاوضه؟ جاي يبارك لابوك. صباحان بركة يا عريس. ايه اللي انت عملتيه انت وابنك في الاوضه ده؟ ايه يا لطفي؟ عملت ايه يا اخوي؟ عملت ايه؟ الواد غيرته مبلوله، ده ناق غيرته مبلوله. اسيبها مبلوله ولا اجي انشرها في الشمس والميكروبات تطير؟ ولا الواد يبرد؟ عايز ضناك يبرد؟ قول. تنشري في البلكونه يا نوجه، مش تنشري في الاوضه. وبعدين الواد ده لازم يبرد، عارفه ليه؟ عشان امه ثلاجه. والله بيتي الملك. انشر هنا، انشر في البلكونه، انشر على دماغك، انا حر. ماشي يا جوز السكرتيره، ولو مش عاجبك تاخد السنيوره في ايد امك في ايد وتخلع من هنا. شيل الواد هشيكه بسرعه. اقف ترد الكلمه بكلمه عليا يا بنت. الكلمه روح عشان الضرب بتاع زمان. يا امال يا امال نفست ايه؟ يا بلا بس سهلة انت هتعملي فيها ذكر. يا بلا اوعى يا بلا غور اكتر من كده وهتشوف. ماشي يا مور. ايه الحكايه يا بنت نوجه؟ مالك انت هتفضلي قلبالي جوزك 24 ساعه؟ ما انتش عارف ليه بتضربني وتمد ايدك عليا قدام العوجه ده. هي لطفي مسخه، عامله زي البرقول مستورد بالظبط. ناوت ايدك، محدش غصبك عليها، انت اللي مش شاطر في الفاكهه. البلد يوكل، البلد يوكل يا بلد انت. بس عارفه نوجه، انت تستاهلي كسره رقبتك وكسره نفسك وكل حاجه. الله. امال ايه؟ قلت لك كرم فكك منه، جبتيه عشان تقعديه معانا هنا يقعد في قرابيزي غصب. غير بقى ابن هوجل اللي اتجوزتيني وانت حامل فيه وبرضه بتلبسيهولي وعايزاني اكتبه باسمي، يبقى ده ايه؟ مش لوي دراع؟ لا مش لوي دراع يا لطفي. والسر، السر اللي انا ائتمنتك عليه وعماله بتهدديني بيه ده يبقى ايه؟ هقول لك يبقى ايه؟
نهار اسود. انت سمعت ايه يالا؟ انا ما سمعتش حاجه. انت واقف هنا بقالك قد ايه يا كارا؟ انا لسه جايه، اللي كنت بعمل حمام. الولع ده سمعنا، الولع ده سمعنا يا نوبه. ما انت سمعت ايه؟ انت لسه هتسالي؟ تعالى الحقني يا نوبه. بص بقى يا عم كرم، الاوضه الحلوه دي فيها حمام وهتبقى بتاعتك لحد اما افرشها لك وعلق لك كل الصور اللي انت بتحبها، كل صور الناس اللي انت بتحبهم، محمد صلاح بقى، لونار. بالنسبه لبقى نوجا الاخ ده، ما يهوبش بره باب الاوضه، ولو امي سالتك في ايه بالظبط تقولي لها هو كيفه كده، هو الواد كيفه كده، يفضل قاعد في الاوضه ومش عايز يخرج بره، وتالفي عليها اي فيلم. ما انت يا كراميل سمعت ايه يا حبيبي؟ قول لي وارحم روحك. ما سمعتش حاجه يا نوجا، قلت لك ما سمعتش. طب بص بقى يا عم كرم يا حلو، سمعت ما سمعتش، بقك ما يتفتحش بنص كلمة، عشان لو ده حصل هتبعك يا كراميلا. وبقول لك الكلام ده ليك ولاختك، لا ليك بس ولا لاختك بس، هتبعوا يا نجا وانت عارفاني. امين يا عم كرم؟ امين يا ست نجا؟ امين؟ امين يا لطفي، امين. خلاص، ما انا ملطيطة معاك في كل حاجة. الله يخرب بيت اليوم اللي شفتك فيه. في واحد بيسال عليك بره، بيقول ان هو اسمه النقيب علي فايد. النقيب علي فايد ليه؟ مش وقته، خليه يدخل بسرعه. طيب خليه يدخل بسرعه. اتفضل حضرتك. شكرا جدا. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا باشا، ده سعادتك نورت الدنيا. مش غلط طبعا، انا عارف سعادتك. على فكره سعادتك تبقى قريب كمال باشا اللبات، صح؟ مظبوط. وسعادتك والدك يبقى محمود باشا فايد، صح سعادتك؟ صح. يعني اصيل اصلي مقصل. اتفضل سعادتك، نورت الدنيا كلها. منها كرتونه الهدايا الحلوه الفي اي بي في عربيه الباشا دلوقتي حالا وبسرعه. لا 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 خالص، انا مش هاخد اي هدايا. لا يا باشا، ما هو انا طبعا سعادتك يعني تعوز او ما تعوزش، دي حاجه ترجع لك، بس ده واجب علينا. مش معقول سعادتكم تبقوا بتفضوا ارواحكم يعني عشاننا، واحنا نستخسر فيكم مثلا يعني شويه هدايا يعني؟ مش ما تجيش قهوه الحكومه ايه؟ اه كده ماشي، ممكن اشرب قهوه. مظبوط منا، قهوه مظبوط. بسرعه، دي مصيبه باشا. وربنا وربنا، انا عارف سعادتك، انا كنت متاكد من الطلب اللي حضرتك طلبته ده، لان انا متاكد ان سعادتكم بتحبوا كل حاجه مظبوطه، صح؟ انت سوابق، صح؟ ظلم. انا سوابق بس ظلم. بس يعني طبعا يعني اي حاجه وكل حاجه تيجي من الحكومه خير وحلوه جدا طبعا. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. انا اتحرمت من التجنيد. عارف ليه سعادتك؟ لان انا ماليش اخوات، وده كان شيء بشع. بس انا اعتبرت ان الفتره يعني اللي انا قضيتها في السجن دي، ان انا يعني اديت برضو خدمتي الوطنيه لبلدي ووطني مصر. وطبعا حضرتك مش معقول سعادتك تبقى جاي لغايه هنا عشان تسال السؤال ده بس يعني. يعني اصل لو كده كنت انا فيشت نفسي وبعتت لسعادتك الفيش على البيت على طول يعني. بصراحة يا لطفي، أنا عايزك في حاجة تانية خالص. أمورنا يا باشا. كنت عايز أسألك عن بلال صالح العناني هوجن. بلال صالح العناني هوجن؟ في واحد بره بيتخانق وبيقول إن هو عايز يقابلك وعلاء منعه. مش معقول يا منى، مش مين طيب؟ معرفش، بيقول إن هو اسمه بهلول الحمش. بهلول بيه الحمش؟ أنا ناسي الميعاد بتاعه خالص. دخليه في الميتنج روم لغايه ما اخلص مع الباشا. انا يعني هسيب الباشا واروح له؟ لا لا تمام. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي عليك يا داخليه. ونمسك الخشب بقى، نمسك الخشب جامد. في ما هو اصل يا باشا يعني ما دام سعادتك سالت يبقى سعادتك شكيت، وما دام سعادتك شكيت يبقى بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني الحس الامني عند سعادتك شغال 10 على 10 و100%. حلو الكلام قوي. طب ما تحكي لي بقى، تعرف عنه ايه؟ احكي؟ احكي. بصراحه يعني هوجن ده يا باشا هربان من جريمه قتل. علاء وارب الباب وخليك واقف ورا الباب بالظبط، يعني احتياطي عشان مش فاهمين ايه اللي ممكن يتعمل. بقول لك يا بهلول، ما تفكك بقى من القصه بتاعت انت سرقتني والكلام الحمضان ده، اصل احنا من الاخر يعني اتنين حراميه قاعدين بنتكلم سوا مع بعضينا، بس انا حرامي حويط وانت حرامي عبيط. عفر. كل اللي انت فيه ده من مالي يا حراق. مال الكنزي
للنزع يا حبش، وقدامك سكتين، لو حابب يعني الحكومة قوي وكده وليك فيها روح للحكومة لهم لطفي الحراق سرقنا يا حكومة، ولو مالكش افتح صدرك بقى واعمل معايا الصح راجل لراجل وخد حقك. أنا جاي لك وعارف إن فلوسي هي اللي كبرتك، بس خلاص مش هقدر أعمل لك حاجة، مش هعرف أدور نقال أزيك. عارف عارف يا بهلول، ما أنت خايب طول عمرك معاك اللي عايشك سلطان، بس أنت مزيت وزنك والقرش طول عمره هو اللي سيدك مش أنت اللي سيده. يا أخي نفسي أفهم حاجة، نفسي أفهم ليه بتتاجر في الأثارات، ليه بتسرق؟ ها؟ ده أنت بتعشق الفلوس عشق والفلوس ما بتطقش ريحتك يا أخي. وبعدين يعني الشلة الحلوة راحت فين في الآخر؟ ما جت في حجر أنا. عفر يا بهلول. أنا جاي لك معفر جاهز. اقفل الباب ده، مش عايز حد يسمعنا. يا علاء اقفل الباب خالص، بس خليك ورا الباب برضه احتياطي. كل ده علاء؟ اه بس علاء ماله؟ بص يا لبشي، اللي قاعد قدامك ده ميت ميت، وانا جاي لك دلوقتي عشان اساومك على اخر حاجه في حياتي. والله يا بهلول يعني انا شايف ان لو بعتك حلوه انا شاري. انا معايا اللي يكبرك ويركبك على الكل، انا ممكن اخليك اكبر تاجر اثار في مصر تمن. حلو، ايه هو كلام وبكام واخلص؟ اول هام الفلوس اللي انت سرقتها نصها حلال عليك، النص التاني بقى ابقى شريك معاك فيها. طب ما تاخذنيش يعني في الكلام، انا ايه اللي يجبرني ان انا اعمل حاجه زي كده؟ اقول لك اللي يجبرك، بص يا لطفي، انا ممكن اسلمك تسليم مفتاح للوردانيه لما يعرفوا ان بضاعتهم معاك، وبعد كده اسلمكم انتوا الاثنين للحكومه. خليك ناصح يا لطفي، وفد نص الحق ورجع النص التاني لاصحابه. اه وماله؟ ادورها في المال. لازم تدورها، بس دورها صح. بص يا لطفي، انا خلاص كبرت، ما عدتش قادر زي الأول، أنا عايزك تكفيني وتقويني وتأكلني وتشربني، وأنا هقول لك تاريخ كمال النبات النجس كله، هوقعه في شر أعماله، هخليك تركب عليه وتداسه كمال سلط هوجن عشان يقتلني، بس هوجن فهمه إنه خلص عليا. بس ما قتلنيش، وانا قاعد قصادك اهو، يعني ما قتلنيش، هو جالي تواني وحبسني، بس انا عرفت اهرب منه وجيت لك. الله، يعني هوجن لبس كمال اللباد الطاير؟ والله حلو. سيبك من هوجن وكمال اللباد وركز معاه يا لطفي، ما تبقاش ضيق الافق واسمعني كويس. الحاجه اللي انت سرقتها مني دي ما فيش في مصر كلها حد يعرف يبيعها صح غير العبد لله، دي لعبتي طول عمري اكتر من كمال اللباد ذات نفسه، اللي ما قدرتش اعمله في شبابي هخليك انت تعمله ما دام انت فاتح صدرك على الدنيا كده. بس اللي يهمني يا حراق انه انت ماشي في سكتك تدهس اللباد، تدهسه تفرمه، وبعدين انت تقب وتطلع وتحل محله. هو ده الكلام. بس خد بالك يا لطفي، حاجة مهمة هوا، انا لو ظهرت في اي خرابة لكمال ابن اللباد ده هيخلص عليا. الله، طب ما تلغيلي بقى، لغيلي كده وقولي
ايه الحكايه اللي بينك وبين كمال اللباد؟ وعلم عليك في ايه بالظبط؟ علم عليها كتير قوي. خلاص يا حريق، ما دام بقينا شركاء هلاقيك. والله هلاقيك واقول لك كل حاجه. اهم حاجه عندي دلوقتي ابن اللباد ده، اشوفه كده وهو هيتجنن ومش ملاحق. الضربه هتجيله منين ولا منين؟